يا السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ نتمنى تكون بخير. هذا الفيديو هذا غادي نديرو خفيف ظريف، داكشي ديال غادي نزرب عليه، ولكن المهم خفيف ظريف. هذا ديال الليموني اللي غارو مني غادي نديرو اليوم ما شاء الله. وغنوريكم انا كي جبت لي نوت، لي نوت فاش جبتهم ما جبتهم زعما انني تصنت لشي حاجه ولا شي حاجه، يعني انا ضربت النوطه اللي عقلها في راسي تاع الليموني اللي غارو مني. المهم وجاو بس اللي بحال ما كنت نديرها بحال هكا باش كنجبد انا التيس كنبقى تنجيه، فهمتي؟ بجي درتي هكا وانا نسمع ديك بحال بحال قال لي ليموني اللي فهمتي انت ترينو دابا كنضرب، يعني كنضرب هاد الليموني اللي غارو مني وما عقلتش عليهم، يعني راه ايه دابا ايه دابا جبت هاد اللعبات هادو وقلت نصور فيديو، فهمتو البلان؟ يعني انا ما غاديش نكمل الصولو كله حيت هو خصو نبقى المهم نبقى نحماق معاه. المهم عطيتكم غير هاد الاول، هذا ها النوطة الاولى ديالو، النوطة الثانية الخوت هاجي، غادي نوريكم كيفاش تحطو صباعكم. المهم الخوت لي نوط كاينة عندنا المحل هانتوما، الليموني اللي غارو مني قالوا لي واش عجبك فيها، ليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي شالوا فني ودو عيني شوفوا بيها، هذا السمرة اللي غارتوا منها حبتوني باش ننسى، ما نقدرش نبعد عنها، انا كي الحوتة فيما. المهم تسكي تيمشي تيمشي بحال ماك بعد الفرا، ليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، ليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني بغينا نشوفوا بيها، هذا السمرة اللي منها وحبتوني باش تنساها، ما نقدرش نبعد عنها، انا كي الحوتة فيما. وما الخوت هذا هو التيسك كامل هكا، هادشي اللي كاين فيه، يعني كاين المي ليمون اللي غارو من تاك نقولو ديك مني عاد نهضو، ليمون اللي غارو مني قالوا لي واش عجبك فيها، واش عجبك فيها يعني هنا هانتوما هذا هذا كنشدو هاد الخمس هاد الخمس الثاني وهاد الثالث، يعني في مربع الثاني نيت الخامس والثالث، هذا اللي بيناتهم كنشدو كنشدو في الاول كنعصي هاد النوطة هادي، المي اللي هي هادي، المي اللي هي هاد جوج، وهاد النوطة اللي تابعة المي هذا كيبقى الفوقاني كيبقى بلاصتو، هذا اللي لتحت كيهبط بوحدة، وهذا اللي بقى بيناتهم هذا اللي بقى بيناتهم شتي هذا اللي كان هنا وبطنا لهنا بينا شدو، فهمتي البلان؟ وكتمشي بحال ما هكا، ليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، يعني هاد الصبع هذا كيكون هنا كتهبطو هنا وكتحط هذا البلاصة اللي خويتي، ليمون اللي غاروا مني
قالوا لي واش عجبك فيها دني لو فني الرار خوت ليا جا دف التالت دف الاول دف التاني ني ودو عيني شوفو بيها تترجع للمي فهمتي وكتقول وفي هاد الميني تعاود تقولو هاد الصورة اللي غرتو منها وحبتوني باش ننساها فري فهمتي الري اللي قلنا بيها الصمرة اللي غرتو منها في المي وحبتوني باش تنساها ما نقدرش نبعد عنها هانتو ما شوف هاد النوطة يا جماعة ما تنظنش انه شي واحد المهم ما تنظنش انه عندها اسمية بهاد النوطة المهم هاد ثلاثة هاد انت حسب خمسة فين ما بجيتي لا بجيتي من هنا لكن انت ما دايرش هذا منين ما بجيتي بتحسب خمسة فهمتي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة المهم منين ما بجيتي كنتي دير هذا بتحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة كنتي ما دايرش بتحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة فهمتي المهم أنا دابا نحسب خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هنا فهاد الكاز الخمسة هاد المربع الخمسة هاد ثلاثة هادو ثلاثة التحتانيين هاكا بينجدو تاع صوت النوطة وانت فاش كنت تضرب ركز على التحتانيين ما تحاول قاع تسمع الفوقاني فهمتي راه النوطة هادي احسن جوا الزمرة اللي غرتو منها حبتوني باش ننساها ما نقدرش نبعد عنها انا كل حوتة في ما فهمتي البلان هنا فاش كتجي لهاد خمسة كتحاول تسمع غير هاد التحتانيين هاد التلاتة التحتانيين فهمتي وكترجع لمي كتخدم هذا هو الديسك سامرش نعاودو شي دورة أخرى ونشوفو لامون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها لامون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني ودو عيني شوفوا بيها الصبر اللي غرتو منها حبتوني باش تنساها ما نقدرش نبعد عنها انا كل حوتة في ماها المهم الخوت هذا هو التيسك سهل لما شي حاجة رجع وشوف راه تيسك سهل وكنبين ديرو دغيا ولكن ماشي مشكل يلا الخوت نشوفكم شي فيديو جديد بيس ليكم الى اللقاء